على مدار أكتر من 40 سنة عم ناصر أبو اليزيد بيحترف صنعة ورثها عن والده وأخوه الكبير، وعمل فيها أكتر من 100 أسرة بالقرية الجنوبية الصغيرة أقصى محافظة قنا. عم ناصر واحد من أمهر صناع الفخار، وهو مبدع في الحرفة دي. موقفش عند إنتاج الطواجن، لأ، عمل أنواع جديدة بتطلب في الأماكن السياحية ومعارض الحرف اليدوية. يلا نشوف عم ناصر بيعمل إيه. أنا شغال المهنة دي سيادتك، وأنا يعني سن صغير، يعني بتاع حوالي 40 سنة. تعلمت المهنة دي من والدي، وكملت برضك بعد كده، علمني بقية تعليمي كمال أخويا أكبر مني يعني في السن، هو اللي علمني بقية الشغل دي. أهمية الصنعة دي سيادتك إن هي صنعة يعني بتنتج طواجن الأكل الصحي، بيجيبش مرض سيادتك، لأنه مصنوع من الطبيعة، من مادة الهمر اللي فيه مادة طبيعية من الجبل 100%، ما فيهاش أي إضافات ولا أي أكاسيد ولا تتفاعل مع الحرارة ولا أبدا. مراحل التصنيع سيادتك بتبتدي مع، أولا بجيب المادة الخام اللي هي مادة الهمر دي، وبنضيفها وبغربلها، وراح أضيف على طمية اللي هي بتجي من الترع، من التشوين الترع سيادتك، بيكون طالعة من التطهير، فانا بصفيها وبضيف عليها ماده الهمر بمعايير معينه، بعد كده بطلعها بطيبها ستك في العجانه دي عشان تطيب كويس واعرف اشتغل بيها. بعد كده بجيبها على الدولاب وبشتغل زي ما انت شايف كده الطينه حسب الطواجن او النوع المطلوب مني وحسب الكميه المطلوبه مني. التسويق مقتصر، التسويق حاليا التسويق محلي جميع محافظات مصر. بعد كده برضو فيه تسويق بالنسبة للمناطق السياحية، بتحتاج أنواع معينة بالنسبة للأماكن السياحية زي شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، مرسى علم. بالنسبة لجهود الدولة وزارة التنمية المحلية قايمة بمجهود حلو معانا، بتودينا أي معرض بتقوم به وزارة التنمية المحلية بصراحة على أكمل وجه. المحافظ أشرف غريب الداودي برضك الراجل بيطلبنا بالاسم، بيودينا المعارض، ما بيقصرش مننا، بيتحمل جميع النفقات زي معرض تراثنا، معرض ديارنا، وبعض المعارض الأخرى.